في هذه اللحظات هي الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الثاني عشر في المجموعة السادس لفئة القعدان اللي في أول المراكز. البصير السيد خميس بن محمد بن خميس المريخي في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذا معاند السيد راشد بن عبد الهادي الشهواني مع معاند في ثالث المراكز، أما اللي في رابع المراكز هذا عنيد السيد راشد بن عبد الهادي الشهواني مع عنيد في ثالث المراكز. سلم مباشرة إلى ثاني المراكز. اللي في رابع المراكز هذا هو سوغان السيد ناصر بن علي الهاجري مع سوغان، وهذا يبي الهاتريك ناصر بن علي الهاجري. ما شاء الله تبارك الله متميز، هذا الشعار في صباح هذا اليوم. أما اللي في رابع المراكز الواصل للسيد حمد بن منصور على عطية كذلك يبي الهاتريك، صاحب ثلاثة نقاط في سباق هذا اليوم في سباق هذا اليوم. أما اللي في أول المراكز هذا سوغان للسيد ناصر بن علي الهاجري في أول المراكز. ركز يا محمد، ركز على هذا المسار يجوز لا يتجزأ من السبق. هذا هو سوغان في أول المراكز للسيد ناصر بن علي الهاجري اللي في أول المراكز. أما اللي في ثاني المراكز هذا هو الواصل للسيد حمد بن منصور على عطية في ثاني المراكز. ثالث المراكز اللي واصل هذا هو الشاهين للسيد شهوان بن مسفر الشهواني في ثالث المراكز. الرابع المراكز معاند للسيد راشد بن عبد الهادي الشهواني. اروح لشعار مشتاقة وشعار غزلان اللي في اول المراكز حتى هذه اللحظات، وشعار الزيبة وشعار بشاير وشعار العديد والعديد من هذا الاسماء. هذا هو سغال للسيد ناصر بن علي الهاجري في اول المراكز. ثاني المراكز هذا هو الواصل للسيد حمد بن منصور العطية في ثاني المراكز. ثالث المراكز واصل الشهيد للسيد شهوان بن مسفر الشهواني في هذه اللحظات في ثالث المراكز. لكن اللي في أول المراكز حتى هذه اللحظات هذا هو سوغان للسيد ناصر بن علي الهاجري. هذا نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز، سوغان للسيد ناصر بن علي الهاجري. كما نهني الوالد علي بن ثلاب الهاجري الداعم الرسمي لهذا الشعار، نقول تهانينا والناموس. أما اللي في ثاني المراكز هذا هو الواصل للسيد حمد بن منصور العطية. ثالث المراكز شاهين بتعود ملكية الشاهين للسيد شهوان بن مسفر الشهوان. التوقيت الزمني لهذا الشوط 3 دقائق و2 جزئين من الثانية. تحطم التوقيت مع سوغان للسيد ناصر بن علي الهاجري. هذا هو افضل توقيت، تحطم التوقيت هملولة في هذا الشوط.